السلام عليكم، معكم السالك الداهي 23 سنه، المعروف مول القهوه. المهم انا كنسكن في الداخله وجيت هنا كنقرا في مراكش. خرجت من القرايه لظروف شخصيه ودرت داك المقراج في وسط القرايه، ولكن من بعد خرجت. المهم ملي لقى داك المقراج نجاح كبير الحمد لله من طرف الناس، فكرت انني نطور المشروع ديالي، وان شاء الله اليوم قدرت انني ندير هذه البيكاله هذه بهذا الماشين ديال القهوه اللي ما كنلقاش صعوبات في التنقل ديالها. وكيفاش تاع حضرت هاد لاماشين هادي، عاونوني الدراري صحابي، عاونتني العائله، عاونتني الام ديالي الله يخليها ليا. المهم مشيت لكازا، مشيت لقنيطره، مشيت لبزاف ديال المدن باش نسول باش ندير. المهم والحمد لله قدرت انني نحضر على ارض الواقع. كلفني هذا المشروع بالتوتال ديالو كامل بالتنقل بكل شيء تقريبا 20,000 درهم. المهم بالنسبه فاش فكرت انني ندير هذا البروجي هادي، فكرت مشيت شريت بيكالا على اساس نقاد شي وحده بحال هادي عند شي صدور. من بعد فاش شريتها، من بعد فكرت انني ما غاديش غتصايب بالجوده عاليه، ولكن الديكور ما غاديش يكون. فكرت انني نبيعها وصبرت. المهم بحثت بزاف وقدرت انني ندير هذه البيكاله هذه اللي الديكور ديالها زوين وحتى الجوده ديالها زوين. الاماكن دابا اللي كنبيع فيهم هي كليه الاداب وشارع الطلبه، بالنسبه حيت دابا كاين الموسم الدراسي. ينفع يسالي الموسم الدراسي ان شاء الله نشوف المدينه لداخل. المهم الحمد لله كاين واحد التطور بين انك كاين الفرق اصلا بين الارباح اللي كتاخذ من المقراج والارباح ديال الاله. هي التكلفه ديال المنتوجات اللي كتاخذ في الاول تتكون رخيصه، يعني حتى الارباح غتكون شويه رخيصه. ما بالنسبه لدابا التكلفه ديال المنتجات اللي كتستعمل كتكون غاليه، يعني حتى الارباح غيكون شويه طالعين. بالنسبه لهاد لاماشين هادي كتخدم بالنسبه لهاد لاماشين هادي كتخدم بالبوطه، ما كتخدمش بالالكتريسي. المهم دير البوطه، مدوز ليها واحد التيو ديال البوطه، وداك الروتور ديال الماء كيرجع مدوز ليه واحد اللعيبه ديال الماء، كاين واحد الفيديو لتحت وهو اللي كيرد داك الروتور ديال الماء لتحت. فقبل كنت كندير مزمر كنقادو بمقراج وكنخرج نيشان. المقادير اللي كانت في القهوه كبر قبل كنت كنبيع قهوه عاديه، ماشي قهوه. الحمد لله قدرت انني ندير شي 5 الانواع ديال القهوه، قدرت انني ان شاء الله غادي نزيد شي، المهم تندير شي 10 الانواع بحال هكاك ان شاء الله. انواع القهوه اللي عندي كاينه، عندي نورمال، كاينه سبيسيال، كاينه نص نص، كاينه نيسكافي، كاينه قهوه حليب، وكاينه كابوتشينو، وكاينه كريم، تقريبا شي 6 ولا 7 الانواع. المهم بالنسبه القهوه اللي كانت قبيله كانت قهوه بحال كنقولوا قهوه معطره، يعني قهوه وحده كديرها فيها العشوب كتخرج تبيعها عادي. وبالنسبه للفرق بيناتهم هو انه فهمتي حتى الناس كيشوفوا فيك بانك هاز مقراج وغادي وسط شي ناس كياخذوا عليك ما كيفهمش، بحال كتشوف شي واحد كتقول لي تاخذ قهوه ولا شي لعيبه في قبل ديك الابتسامه ديال الوجه ديالو كتبين لك كلشي. ما كي قليل اللي كيبتسم لك في وجهك ويقول لك شكرا قليل. اما دابا الحمد لله فهمتي، حيت حنا الشعب المغربي كنحكموا الانسان من المظهر ديالو، يعني كنتي نقي في المظهر ديالك راه غادي يهتموا بك. بالنسبه للملابس اما العقل راه شي حاجه اخرى. بالنسبه للملابس العامه قدرت انني ندير، المهم كل نهار تقريبا ولا كل يومين نلبس ليه لبسه ديالو، وبالنسبه مع الطبليه ديالها. وبالنسبه للوغو اختاروا لي واحد الصديق ديالي، اختار لي 3 لوغوات، كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر هذا، واختار لي 3 لوغوات ودرت التصويت واختاريت هذا اللوغو هذا اللي المهم من هذا المنبر هذا كنشكر صحابي كاملين اللي عاونوني في هذا البروجي هذا ولعائلتي. المهم صحابي كاملين اللي عاونوني لا ماديا لا معنويا، وحتى شي ناس اللي كثر خيرهم عاونوني حتى هما لا ماديا ولا معنويا. والحمد لله دابا كنخدم باش نرد الكريدي اللي عليا، وان شاء الله نحاول نطور البروجي ديالي. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.